سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الكافرون. قل يا محمد، يا أيها الكافرون، أيها كفرة قريش، مكافري، أو مكافري، مكفار قريش، لا أعبد سعبدري ما تعبدون، مسنم يعني نكعبدرو. الآن إسا حالي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا نهن عبدري ما أعبد يامي نكعبدرو. ما بمعنى من، ما معنين من إج، وهو الله سبحانه وتعالى مجيت سبحانه وتعالى. ناني هن عبدري مجيت ما أعبد يامه عبديني مجيت سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أي الآن إسني هن عبدري، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا مسي عبدري يعني نكو عبدرو، ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله وحده في المستقبل. معنى مسي عبدري يعني نكو عبدرو، بل متم عبدرو مجيد سبحانه وتعالى. ولا أنتم ولا ني هن عبدري عابدون هن عبدري ما أعبد يا منك عبدرو كرك مستقبل. لكم دينكم نينا يدينين ولي ديني، نامي ششير دينية، شكان دينين نامي تخشيك دينية، دينيا وشرك نو كفري نامي تخشيك توحيدي. لكم دينكم الكفر، دينين شكاني نكفري نشركي، ولي ديني الإسلام نديني نامي ني الإسلام. مجير سبحانه وتعالى نكهدا. قل يا أيها الكافرون، أوي ما كافري، لا أعبد سعبدري ما تعبدون يعني نكو عبدرو إسا، ولا أنتم ولا ني ولا أنتم عابدون ولا نهن عبدري ما أعبد يا منك عبدري مجيت سبحانه وتعالى إسا هن عبدرني، ولا أنا عابد ما عبدتم نامس عبدري ما عبدتم يا منك عبدري كرك مستقبلي، ولا أنتم عابدون ما أعبد نانهن عبدري يا منك عبدري مجيت سبحانه وتعالى في المستقبل كرك مستقبل. لكم دينكم شكان دينيين ولي دين نامي شيشير دينية، دينيين وكفر شكان نامي شيشير دينية إسلام. نعم، مجير سبحانه وتعالى نكهد سورة إيه جسايو إثبتيرو كركا صحيح مسلم جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة مجيد نمتومي صلى الله عليه وسلم سمي سورة إيه نقول هو الله أحد كرك ركعتي طوافي، ركع بيز كرك طوافي سميرو نا كرك حديث يا إمام أحمد
وكيلو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشر مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. معنى تسوما سورة إذن بيزة كركا سنة يا فجيري نسنة يا صلاة المغرب. كخسن إنه اهتمام زايد نقو ذلا توحيد يا مجيد سبحانه وتعالى نا إنه كريب شركي نمتم صلى الله عليه وسلم شبين دا كل وقت صوما إزي سورة إذن بي كخسن سورة إي ني سورة إنه كونيشو براءة من ال مون ركواي نكوا بري نا أعمال ذا مشركين نكوا بري كحسني ني إخلاصي ني توحيدي نكون يشو. نعم قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض ني نعام مكافر ووت كركا كركا انتي واكو كحسني قد أيها الكافرون. نعم نمجير سبحانه وتعالى إشكيزيز سورة إي نم مموري لمتومي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دينهم وأين كوا بريء نا ديني نا ديني يا مشركين دينياو. مجير سبحانه وتعالى نكو هذا قل يا أيها الكافرون قل يا محمد وأنبئ أيها الكافرون أي مكافري لا أعبد سعبدري ما تعبدون يعني نك عبدرو ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا مس عبدري ما ولا أنتم نانها عبدري ما أعبد يا منك عبدرو ولا أنا عابد ولا مس عبدري ما عبدتم يعني نك عبدرو ولا أنتم عابدون ما أعبد نانهن عبدري يامنك عبدري مجيد سبحانه وتعالى لكم دينكم شكان دينين ولي دين نامي شيشير دينيا كرك آية لكم دينكم ولي دين إمام الشافعي هدير مكافر وتمي لياون موي يهودين نصارى وبالعكس ما يهودنا ما نصارى نمشركين ود دنياو نملا ياو نموي كخساني نكو هذا لا يوارث أهل ملتين شيء. معنى إكو حديثي هوا دحالتي وانتو ملا أمبيري هوا دحالتاني إجواي منتوني مسلامو huyu ni mkafiri au dahalatani walaksi ichiwaye ni myahudi na huyu ni mnasara au dahalatani lakini udahalatano watu wa mila moyi islamu dahalatam islamu myahudi dahalatam yahudi na nasara dahalatam nasara yusio imamu shafi'i yaye weno dalili karka aya ilakum dinukum ولي دين. إن شاء الله تعالى اشتغسمه مشابه وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى عليه.